نشكر هاد الصحافه ديال صافي جود اللي كانت تناول هاد المواضيع هذا وفي هاد الوقت هذا. بالنسبه للسؤال ديالك اخي، ان هاد العام كان مغير على الاعوام السابقه بحكم ان راك عارف عندنا غير العشيه غير الصباح، العشيه بنادم ما كيجيش، كيكون واحد الاكتظاظ. زايد على هذا كاين واحد النسبه ديال الارتفاع في الاثمنه، ماشي من عندنا حنا، ارتفاع من الاثمنه من المقر ديال الجمله الاصلي، بحكم ان المواد المصنعه دابا ما كتدخلش، وانتم عارفين الاسباب والموانع ديال هذه المواد. وزاد اللي كمل هذا المشكل هذا هو ان الليل كان كيتقسم، الزبون كيتقسم ما بين النهار والليل، دابا كل شيء ولا كيجي عندك بنهار، فهمتيني، كيكون واحد الاكتظاظ. الاكتظاظ دابا شويه، مازال الدنيا دابا شويه راك عارف، كاينين بزاف القطاعات ما خداماش هذا العام هذا. كما كنقولوا الله يحسن العوان. كاين 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 اقبال على 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 البضاعه، لانك عارف بنادم العام اللي فات ما تقداش، وهذا العام عاوتاني ما يتقداش. بالنسبه اللي عنده الاطفال الصغار في الدار كيشكل ليه واحد الموضوع محرج بالنسبه، راك عارف احياء شعبيه والناس هذه، واحد ما تكساش العام اللي فات وما يكساش هذا العام، الناس ضحات بكل صراحه ضحات باش يجي يكسو هذا العام هذا. بالنسبه للاثمنه يعني بنادم القليل اللي كنقولوا ليه الثمن يعني ما يقدر ما يشري والو، يقدر يسمع الثمن ويمشي. وتس العام كايناش بزاف يعني سلعه قليله. كاين بعد السلعه اللي كيجي يسول الناس ماشي يلقاو. كاين بعد السلعه اللي ما كيلقاوش كما قلتي. تسدد ديالين يعني الاغلبيه ديال بنادم تضر من هذا الشيء صراحه. يعني كنا اصلا كنخدموا غير بالليل، يعني رمضان يعني بنادم ما كيفيقش بكري، يعني تمني كيبدا الكليان خاصك تسد ضروري، فهمتي اخويا. بالنسبه لهذا العام هذا ناقص الوقت بزاف، وحتى بالنسبه للاثمنه طالعه في كازا، فهمتي، يعني الاثمنه اللي مولفين كنجيبوا بها ماشي بحال هذا العام. هذا العام زيوده السلعه بزاف، ما قدرناش، كاين السلعه اللي ما قدرناش نجيبوها. وبالنسبه للسدان تا اثر علينا بزاف، بحال دابا مثلا كان يعني نقدر حتى الجوج عاد كينوض يخرج بنادم كينوض من الناس، وهذه يعني ما كيبقاش لينا الوقت. موالفين اكثري كنخدموا بالليل. الناس كتقول لي الاثمنه كتجي غاليه بزاف، كيقول لك بزاف، كيسعبونا حنا اللي زايدين لك الاثمنه، كيقول لك انتم زايدين الاثمنه بزاف. واش غنقول لك، هذا العام الناس مضرورين اكثر من العام اللي فات. العام اللي فات بعدا كان شويه ديال الدعم وكان سميتهم، ما هذا العام الناس مساكن مضرورين، وتا حنا مضرورين. كاينه ديك 15 الاخر في رمضان هي اللي كنخدموا فيها وسدينا فيها، راه ما كاين مي، الله يدير شتا ولد ديال الخير وصافي. كيجيو الناس يتقضوا، ولكن ماشي بحال العام اللي فات ولا قبل من الكورونا. دابا الوقت شويه والقدره الشرائيه ديال المواطن ما بقاتش كي كان، كل شيء اللي دخل عندك كي فهمتي. اما البيع والشراء ما بقاش كي كان، خصوصا هاد الجائحه وداك الشيء ما بقاش البيع والشراء كي كان. وهاد الشيء ديال السدان حتى هو بالليل حتى هو كرفسنا بزاف، وعندنا المصاريف وعندنا ثلاثه الخدامه وعندنا المصاريف وسميتو الكرا، والله يحسن العوان وصافي. هاد الشيء اللي كاين بالنسبه للسلعه ديال برا، فهمتي، على حسب كلش كيجيب. بالنسبه لك سلعه الصين هذا العام راه قليله شويه، واخا هي كتكون الجوده ديالها ناقصه وقليله شويه والثمن ديالها مرتفع. حنا كندخلوا السلعه ديال تركيا وديال اسبانيا وايطاليا، فهمتي، كاين الجوده والكميه ديالها محدوده على حسب الكليان، كل واش كيجيب. كاين اللي كيدخلها بكري، حنا كندخلوها بكري شويه على حسب الكليان ديالنا. عندنا الكليان ديالنا كندخلوهم الجوده. وبالنسبه للبيع والشراء كي قلت لك، راه الله يجعل البركه للعواشر شويه، الله يجعل البركه. الاثمنه على حسب الجهد ديال الانسان، كاين اللي كيمشي للجهد ديالو، كاين اللي كيبغي حاجه مزيانه وليداته، فهمتي، واخا تكون الثمن شويه داير كيبغي حاجه مزيانه، وكاين اللي كيبغي حاجه على قد الحال. بنادم راه ماشي بحال كاين بعض التذمر ديال الناس، يقول لك السلعه شويه غاليه وهذه، ولكن راه الكاليتي ثاني راه كيبقى الثمن ديالها باين وواضح. وعلى حسب الجهد ديال الانسان، حسب كل اللي كتجي في المتناول اللي كاين اللي ما كتجيش في المتناول. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.